أعزائي المشاهدين، بالمحبة والفرح نلتقي معاكم لقاء الأهل والإخوان، لقاء الأسرة الواحدة والبيت الواحد، لقاء الأصل فيه محبة الله ومحبتكم. وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية. دائما تسمع من اخوتنا المسلمين كلمات مثل معقول ان الله ينصلب، او اذا كان المسيح ابن الله فكيف سمح الله للناس ان تصلبه وتهينه وتتفل عليه. من شدة جهالة الانسان انه يعيد ويكرر هذه الكلمات اللي قالها الناس قبله من حوالي 2000 سنة. شوف ايش كان الناس تقول عن المسيح: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. هذه مذكورة في لوقا 23:35. مش هذا نفس الكلام نسمعه من أخوتنا المسلمين اليوم؟ دائما تسمعهم يقولون ما يقدر يخلص نفسه، كيف حيخلصني؟ طيب يا حبيبي، كيف تبغى ربنا يخلصك إذا ما نزل لك علشان يشيلك من اللي أنت فيه؟ لازم ينزل علشان يشيلك من الحضيض ويرفعك معه للسماويات لما تمسك بيده. انت ما تعرف ايها الانسان ان الله هم بعد عنده حرية الاختيار ويقدر ان يفعل ما يشاء، لكنه هو الله من قرر من نفسه انه يتخلى عن عرشه في السماء ويجسد الان قدامك على هذه الأرض ويتكلم معك الآن من خلال هذا المقطع، علشان تعرف أنه عمل هذا من أجلك لأنه يحبك، لأنك ما تعرف مدى هول الخطية اللي أنت بها. لكن الله يعلم كل شيء. أنت ما تعرف أيها الإنسان أن المسيح تجاهل دعوة بعض المستفزين لما قالوا له لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن، مرقس 15 الآية 32. لكن المسيح تبارك اسمه ما سمع لصوتهم، لأن هدول الناس ما لهم سلطان عليه، لكن المسيح له سلطان عليهم وعلى كل شيء بالكون. لهذا السبب قرر المسيح من نفسه أنه يواصل عمله على الصليب إلى المنتهى. علشان إيش؟ علشان يخلصك، لأنه يحبك. أنا ما أبغى أفرض عليك إيماني، لكني لو كنت مكانك وسمعت هذا الكلام اليوم لقلت في نفسي صراحة فعلا أبغى أعرف الحقيقة، أبغى أعرف إذا كان الخلاص فقط عن طريق المسيح يسوع الناصري أمر غير حقيقي أو حقيقي، لأنه حياتي الأبدية تعتمد على هذا القرار. ولبدأت فورا بالبحث والتدقيق لأعرف الحقيقة. هذا اللي كنت حسويه لو كنت أنا مكانك. إيش أنت حتسوي بخصوص حياتك الأبدية؟ نصيحتي أشجعك أنك تبحث وتسأل عشان تعرف الحقيقة بنفسك، وحكون سعيد جدا بالرد على أسئلتكم اللي تقدروا ترسلوها علي العناوين اللي حتظهر على الشاشة الآن. وبركة رب المجد يسوع المسيح تكون مع جميعكم. آمين.
سباني ومن موت أحياني، حبك سباني ومن موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. حبه سباني من موت أحياني، حبه سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى. ما أحلى كلامه، كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى وكل الأماني. حبه سباني، حبه سباني من موت أحياني، حبه سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 فوق وانظر ما أطيب ربي. سيد لكن خادم، غسل رجل التلاميذ، اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. سيد لكن خادم، غسل رجل التلاميذ، اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرة لذيذ. بسم المعاني حبه سباني، حبه سباني سباني من موت أحياني، أحياني حبه سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 وانظر ما أطيب ربي. حبه سباني، سباني من موت أحياني، أحياني حبه سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 فوق وانظر ما أطيب ربي، ما أطيب ربي، ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي، ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي. Thank you.
الحدود. صل شوف هل حلوة حلوة ايامك سيرة. والله ما عاد تحدون. هذه يا طويل العمر الاربع جاتكم في السبيل وهذه عشرتها. هذا سراي. ها سجل عليك. السبعة. لعن الله اصلك. لعن الله اصلك. بس بس. بس. يلا بحق هلا. أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن مشكلة فعلا موجودة عندنا، مشكلة البلوت والسهر. خليني أبدأ بآية من الكتاب المقدس تقول: غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. هذه الآية من كورنثوس الأولى الإصحاح 11 الآية 11 و 12. أحبة المشاهدين، يعني المرأة مثل الرجال، زي ما أنت تشتهي هي بعد تشتهي مثلك، لأنها أصلا كائن مخلوق منك من ضلعك، فطبيعي أنها تحس باللي أنت تحس فيه وترغب مثلك تماما لأنها منك ولك. للأسف عندنا بالسعودية تحدي كبير وخطير جدا، لما الواحد مننا يزعل من مرته تلاقيه حط شماغه على كتفه وطلع من البيت للقهاوي أو راح لعند أصحابه عشان يسهر معهم ويلعب بلوت. هذا هروب من المشكلة ومش حلها. عشان تحل المشكلة لازم تواجهها وتناقشها. خلك رجال اليوم وواجه مشاكلك مع امرتك وبلاش تهرب من المواجهة. خلينا نشوف كيف ينظر المسيح للمرأة. في آية بالكتاب المقدس تقول: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. بطرس الأولى 3-7. هذه الآية تخلينا نعرف أنه ربنا مش حيقبل صلاتك إذا أنت مزعل امرتك، عشان كده أنت حتسوي كل جهد عشان تسعدها وهذا حيعود عليك بالسعادة. في الواقع هتتعلم محور جديد ما تعلمته من قبل، هتتعلم كيف تفكر المرأة. أخوي المشاهد، أختي المشاهدة، اللي زرعته من سنة تحصده الآن، واللي قلته من شهرين هتلاقيه مفيد لبعد سنتين والعام الماضي وهالحين، لأنه اليوم هو وقت خلاص. والشيء الثاني اللي حيصير بعد ما تقبل أنت ومرتك المسيح كرب ومخلص، حيكون الله هو الطرف الثالث بينكم، والخيط المثلوس ما ينقطع بالمسيح يسوع الناصري. آمين. تعالوا يا جماعة الخير نشترك مع بعض بهذه الصلاة ونصلي من أجل الأسر في بلادنا. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك نقدسك. شكرا يا رب على هذه الفرصة الطيبة إنه فعلا نجي ونعترف بهذه المشكلة، مشكلة الهروب، مشكلة البلوت والسهر، نحطها أمام عرش النعمة. أنت تقدر يا رب تشيلها، وأنت تقدر يا سيد العظيم بروحك الطاهر القدوس تسكن في كل بيت في بلدي يا سيد العظيم، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، تسكن في كل أسرة يا سيد العظيم، ويكون أنت الطرف الثالث والخيط المسلوس كما قلت يا رب في الكتاب المقدس، ما ينقطع خيط قوي، تكون أنت طرف فيه يا سيد العظيم. فحط هذا الأمر أمانة بين يديك بالمسيح يسوع الناصري، له كل المجد. آمين. أترنم بمراحم الرب للبت، وأعلن بفمي أمانتك من جيل إلى جيل، لأني قلت إن مراحمك ثابتة للبت، وقد ثبت في السماوات أمانتك. قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته، أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت، وأبقي عرشك قايما من جيل إلى جيل. السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب، والملائكة القديسين بأمانتك. فمن في السماء
يعادل الرب، ما فيه بين الكائنات السماوية من يماثله، إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة القديسين ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه. من مثلك يا رب إله الجنود، الرب القدير، وأمانتك محيطة فيك، أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها، أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيل، وبددت أعدائك بقدرتك العظيمة، أنت ملك السماوات والأرض بعد، أنت مؤسس المسكونة وكل ما فيها، أنت خالق الشمال والجنوب وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون، أنت ذو القدرة العظيمة، يدك قوية ويمناك رفيعة، البر والقضاء قاعدة عرشك، الرحمة والحق يتقدمون حضرتك، طوبة للشعب اللي يستجيب الهتاف البوق فيسلك في نور محياك يا رب، باسمك يبتهجون طول النهار وببرك يسمون، فإنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون، وبرضاك يعلو شأننا، لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل. أعزائنا المشاهدين، والآن وصلنا فقرة الاختبارات. وصلنا هذا الاختبار من الأخ جميل من المغرب، يقول: أنا من أصل مسلم من المغرب، درست وتخصصت في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من أدب وفلسفة وفقه، تفسير الفقه وأصوله. مشكلتي كانت تكمن في عدم شعوري بالفرح الروحي، وعرفت أن الإسلام لا يمكن أن يكون دينا لي لأسباب عديدة، منها أني أعرف القرآن بشكل جيد جدا وكذلك تفسيره، مما جعلني أوجه الكثير من الانتقادات لهذا الكتاب. بدأت بمشاهدة قناة الحياة وهي تبث برامج تعليمية مسيحية، وأردت التعمق في هذا المجال. أول يوم أدخل فيه الكنيسة شعرت بالإحساس فريد بحب وسلام لم أختبرهم من قبل. فتحت قلبي للرب يسوع وطلبت منه أن يقبلني تابعا له، وطلبت من القسط في الكنيسة أن يعمدني: أرجوكم زودوني بنسخ من الكتاب المقدس وكل ما هو مهم في الإيمان المسيحي. آمين. الرب يباركك، وألف مبروك الخلاص يا أخويا جميل، وأكيد نوصل لك الكتاب المقدس وكل الكتب التي تتم في الإيمان المسيحي وتساعدك على النمو. ونشجع أيضا أخوانا المشاهدين أن يرسلوا لنا اختباراتكم عشان نفرح معكم ونصلي لكم. أترككم في بركة المسيح. آمين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات كلام ودي. أخواننا المسلمين يعتقدون أنهم يعرفون السيد المسيح عز المعرفة، يعرفونه ويعرفون أمه وتلاميذه ويعرفون كل شيء عنه، يعرفون حتى أكثر من المسيحيين أنفسهم، لأنهم أصلا أتباع الحقيقيين مش النصارى الضالين المضلين، وإنهم المؤمنين به وبرسالته والمناصرين له والمدافعين عنه. فالمسيح في الإسلام مجرد إنسان، نبي كريم مؤيد بالروح القدس، جاء للعالم بمعجزة
مولود بدون أب من عذراء اسمها مريم. كلم اليهود وهو لسه في المهد وقال لهم إن عبد الله ورسوله وإنه جاي يحل لهم بعض المحرمات ويبشرهم بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ويمشون في الأسواق. وإن كل إنسان مسه الشيطان إلا المسيح، وكان يحيي الموتى ويشفي المرضى ويعلم الغيب ويطهر الأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا، وكل هذا بإذن الله. وكان معاه 12 تلميذ اسمهم الحواريين. تآمروا عليه اليهود وحاولوا صلبه، لكن الله نجاه منهم وألقى صورته على واحد من التلاميذ اختار يفتدي المسيح بنفسه. وفي قصة ثانية أن الشبه ألقي على التلميذ الخاين اللي وشب السيد المسيح عند اليهود، فالله رفعه ونجاه، لكنه بينزل في آخر الزمان ويذوق الموت حال حال كل البشر. وكذا خلصت القصة، وهذا كل شيء، وهذا اللي يعرف الإسلام عن السيد المسيح. يعرفونه لكنهم يجهلون حياته تماما، يعرفونه وما يعرفون كلمة واحدة من كلامه، يعرفونه ويجهلون كل تعاليمه ووصاياه، يعرفون تلاميذه ويجهلون كل شيء عنهم، حتى أسماءهم يجهلونها. يقولون عنه كان يمشي في الأسواق وهو عمره لا ملك درهم ولا دينار، ومع إنه جاي يحل اليهود بعض المحرمات ويبشرهم بنبي جديد والمتوقع منهم يحبونه ويفرحون فيه، نشوفهم بالعكس يكرهونه ويطالبون بصلبه. لكن الله تدخل وحل الأزمة بحكمة إلهية عجيبة راضى فيها جميع الأطراف، فترك اليهود يصلبونه لكنهم في نفس الوقت ما صلبوه، ومات لكنه في نفس الوقت ما مات. وكذا طلع الكل سعيد وراضي، وكمل الله الناقص ورفع المسيح بعد صلبه وأخفاه مباشرة عن اليهود، وكذا تأكدوا اليهود إنه مات فعلا. ومع إن الله قادر ينقذ نبيه بكل قوة وكرامة وبدون لا لف ولا دوران، إلا أننا نشوف اختار أسلوب المكر والخديعة في إنقاذ نبيه من الصلب لحكمة لا يعلمها إلا الله وحده، واللي ما له تفسير أبدا إن الله بعث نبي بمعجزات خارقة للطبيعة والقانون البشري، معجزات مستحيل تتكرر في العالم، مستحيل تتكرر في العالم مرة ثانية أبدا. مولود بدون أب، تكلم في المهد، تحكم في الروح، يأمر الطبيعة، يخلق، يحيي، يشفي، يعلم الغيب، يعلم الرزق وأحوال الناس، بل كان هو في حد ذاته معجزة متحركة. وكل ذا الزحمة بس عشان يحل بعض المحرمات ويبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. يعني يا ناس، هل كان ذا الأمر البسيط يستحق من الله كل ذا الآيات والمعجزات؟ إذا كان النبي موسى هزم فرعون وكل جيش بعصاه، فهل كان المسيح يحتاج لكل ذا القوات والمعجزات عشان يحلل بعض المحرمات؟ هذا اللي تعرفونه عن السيد المسيح، جاي يبشر عند اليهود في القدس بنبي بيطلع بعد 600 سنة، وين؟ عند العرب في مكة. يعني الله ضيع وقته مع ناس غلط وفي مكان غلط، ويمدي الناس نسيت ذا السالفة. طيب كان أولى تعطي كل ذا الآيات والمعجزات للنبي الجديد نفسه، بدل ما كانت الناس تطالبه بآية وما كان عنده. يعني الله باعث آخر نبي عنده بآخر رسالة للبشر لخير أمة أخرجت للناس بدون أي معجزات أو آيات تذكر. الله خلى كل المعجزات للمسيح واللي بعده ما لهم أي شيء. معقول يكون المسيح المرسول أقوى وأقدس من الرسول نفسه؟ هل فعلا تعتقدون أن هذه كانت رسالة السيد المسيح لكم؟ هل إحنا وإنتوا نعرف ونتكلم عن الشخص نفسه؟
هل توقفت فعلا عند حياة السيد المسيح أو مريت عليها مرور الكرام؟ ما دريت أن المسيح يحبكم؟ ما دريت أن حياة المسيح كانت خط فاصل بين كل ما قبلها وكل ما بعدها؟ فبعد عمل المسيح فيه نقطة وتوقف. المسيح ما جل العالم بكل ذا الآيات عشان نمر على حياته مرور الكرام ونمشي متوهمين أن احنا توقفنا، لكن عشان نوقف عندها ونتأمل فيها ونتعلم منها. المسيح أكبر بكثير جدا من كونه مجرد نبي أو رسول، والمسيحية أكبر جدا من كونها مجرد دين يدعي إن لله ابن. المسيح التزام محبة وعطاء تجاه الغير، والمسيحية منهج سلام وتعهد صريح للطهارة النفس والروح. اليهود صلبوا المسيح في الماضي لأنهم رفضوه، واليوم أنتوا تصلبونه مرة ثانية جهلكم به وبرسالته. مش احترامك للسيد المسيح أنك تعتبره نبي وتشوف نفسك متفضل عليه، احترامك له أنك تتعرف عليه وعلى شخصيته وتفهم رسالته لك. في يوم من الأيام كنت مثلكم، أعتقد أني أعرفه وطلعت أجهله تماما، لكن يوم عرفته انبهرت بشخصيته وحياته وتعاليمه وأهدافه، شدتني محبته وعطتني حياة أبدية. واليوم أدعوكم أنتوا أيضا تتعرفون عليه وعلى شخصيته وعلى تعاليمه وحياته. اعرفوا بشارته الحقيقية لكم، وأكيد بتلقون فيه راحة لنفوسكم. وفي الأخير أحبائي، تحياتي القلبية لكم وتمنياتي الكبيرة تعيشون أحرار، وأشوفكم سعيدين ومقتنعين وفاهمين وعارفين رسالة السيد المسيح لكم، ودمتم بخير وفي أمان الله.